نعم، شعب بدون ذاكرة شعب بدون مستقبل. كلمة قالها أبي حامد الغزالي في القرن الحادي عشر الميلادي، ولا زال صداها يتردد إلى يومنا هذا، تخليدا لذكرى شباب ضحوا بدمائهم وأنفسهم لتحيا الجزائر حرة، ولتكون ذكرى لأجيال لاحقة نصب هذا اللوح التذكاري حتى لا ننسى. حتى لا ننسى. احنا عندنا تاريخ ماشي غير هضرة في الريح، تالي فينا شيخ ماشي البارح بدينا عمى، لا شي علم فيه حنايا عندنا الصحيح، عمر راسك مليح وهاد العام الشوبيون عنا. احنا عندنا تاريخ ماشي غير هضرة في الريح، تالي فينا شيخ ماشي البارح بدينا عمى، لا شي علم ديال الفريق الجزائري اللي خلق فعلا مفاجأة، واللي فعلا ان الوصول ديالو النهاية ما جاش عن طريق الصدفة، فيمكن نعتبره ظاهرة هاد البطولة. مولودية سعيدة غلي صالحي، مر الكرة إلى ميمون ميموني، ميمون ميموني أحمد فرحي، غليس غليس مر الكرة إلى اليمين وميمون ميموني، ميمون ميموني أحمد فرحي ممتازة وجميلة تسديدة، وهدف آخر لنادي مولودية سعيدة، 15 مقابل 14. شاهدوا معي التسديدة اليمينية النارية القوية، لم تترك ولا فرصة للحارس مكرا بيساوي الذي انهزها من اللاعبين الجزائريين، وحاول التسديد كرة مع زندري، والتسديدة الممتازة ورائعة ورائعة من لاعب أحمد فرحي، وضيف هدف آخر 16 مقابل 14 لمصلحة الفريق الجزائري في الجولة الثانية بعد مرور 4 دقائق و20 ثانية. ورمية جزائرية، ميمون ميموني، ميمون ميموني مع مكرم مساوي، هو يسدد ويسجل هدف آخر 17، 17 مقابل 14 على بعد تقريبا 25 دقيقة من نهاية المباراة، 3 أهداف كفارق لمصلحة الفريق الجزائري. مفاجأة كبيرة من مولود سعيد الذي يوصل أول مرة في تاريخه إلى نهائي كأس الأندية الأفريقية الفائز بالكأس هنا في مدينة مكناس. تالي فينا شيخ ماشي البارح بدينا عمى، لا شي علم فيه حنايا عدنا الصحيح، عمر راسك مليح وهاد العام الشوبيون عنا. احنا عدنا تاريخ ماشي غي هضرة في الريح، تالي فينا شيخ ماشي البارح بدينا عمى، لا شي علم فيه حنايا عدنا الصحيح، عمر راسك مليح وهاد العام الشوبيون عنا. هيا هيا ودوروا هالشبيبة دوروا، وهيا هيا وفكروا نبي زمان، عندنا جمهور مريض بصطادرو بلا مهبولة، نحبس ولا نزيد ولا صايب أركانا، ما عداش البيد وما فيناش اللي يتبلى، بيتوار تحسب عيد قول انت مارشانونا. عندنا جمهور مريض بصطادرو بلا مهبولة، نحبس ولا نزيد ولا صايب أركانا، ما عداش البيد وما فيناش اللي يتبلى، بيتوار تحسب عيد تقول انت مارشانونا.